السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي لكم النهاردة من مول القبطان زي ما عودناكم كل يوم بفيديو جديد بطقم جديد بشكل جديد. النهاردة جايب لكم طقم الاركو بايركس. طقم الاركو بايركس طبعا زي ما انتوا عارفين حاجة استخدام منيش ومفيش اي عروسة ولا ست بيت بتجدد من مطبخها ومن بيتها تستغني عنه. جايب لكم النهاردة بدل الشكل، لا احنا جايب لكم اشكال كتير جدا، هنعرض معاكم طقم بالتفصيل زي ما انتوا شايفين وهنوري لكم بقية الالوان في اخر الفيديو. جايب لكم النهاردة الطقم اللي هو اتنين لون عندنا الاسود واللون التاني بتاعه اللي هو البيج دوت. زي ما انتم شايفين الاثنين عاملين مع بعض شغل جامد جدا. عندنا طقمنا النهارده 46 قطعة من ليمينار، طبعا ماركة معروفة جدا، مش محتاج وصف، مش محتاج كلام عنه كتير. عندنا النهارده ليمينارك او 46 قطعة ده بيتكون من ايه؟ عندنا اول حاجة ست اطباق غرف اللي هو الغويط، زي ما انتم شايفين حاجة في منتهى الشياكة، اللون البيج بتاعها اصلا مديالها لمعان، والخطوط السوداء اللي فيه دي عاملة معاها شغل جامد جدا. زي ما قلنا لكم 6 غرف. ومعانا كمان الستة الرز، تعالي هنا، ستة طبق رز كبير زي ما انتم شايفين، بس عكس الالوان، التاني كان بيج ونقط اسود، اما ده الاسود وفي النقط دي اللي هي الرمادي. معاكم النهارده الست اطباق الجاتوه الصغير بنفس اللون الاسود. طبعا زي ما قلنا لكم ان معانا الطقم لونين، يبقى احنا قلنا لكم طقم ستة رز وستة جاتوه وكمان 6 غرف. نيجي بقى للبوله اللي هو لونها البيج ده، زي ما انتم شايفين كبيره جدا وكمان شكلها شيك جدا. وطبعا ما نسيناش ال6 بولات صغيره بتوعها، في اي بوله معاها ال6 بولات صغيرين بتوعها. زي ما انتم شايفين حاجه في منتهى الشياكه، حاجه تستخدميها طقم كامل، تستخدميها كطقمين شغال معاكي. وطبعا عندنا ال6 كوبايات شاي المتميزه باللون الاسود، طبعا بال6 طبق بتوعهم. ومعانا اخر حاجه طقم اللي هو الشفشق، ومعايا ال6 شوب بتوعه، ما يخلاش منه اي قعده، اي عزومه، اي عصاير فريش زي ما تحبي تقدمي فيه يا ست الكل. طبعا بنقدم لكم عرضنا النهارده من مول القبطان، وزي ما عودناكم كل يوم في جديد بالوان جديده، وبرده هنعرض لكم الالوان في اخر الفيديو. منتظرينكم في ابو النمر الشارع احمد بدوي، مول القبطان للادوات المنزليه وتجهيز العرايس، ابو النمر جيزه في المنيل. والسلام عليكم.